ان احنا نبقى موجودين مسؤولين عن منتخب مصر اللي هو الكابتن حسام حسن. فلندعوه الى المنصه لالقاء كلماته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا تحياتي للجامعه منتخب الساجدين لكل العناصر الموجوده. فقد الجمهور وده العنصر الاهم، افتقاد انتظام البطوله والمباريات، تلاحم المباريات، كثره الاصابات وكثير من الامور. هل هناك اربع مثلا ماتشات في افريقيا؟ مش عارف ليه ما نعملش كده، وان شاء الله الامكانيات الموجوده والدوله، ما فيش الدوله ما تدخلش في طيارات خاصه للانديه اللي بتلعب في افريقيا، الاهلي والزمالك وبيراميدز وبعض الانديه المصري اللي بيلعبوا في البطوله. فالوقت الدنيا بقت اسهل من زمان. فاتمنى يبقى في جدول منتظم، اتمنى الفتره الجايه ان شاء الله يبقى المنتخب المصري او كل الاولويات كلها اللي موجوده تبقى موجوده الفتره الجايه عشان نوصل بشكل كويس. حضرتك قلت يعني يمكن هو السؤال الوحيد اللي بيتقال لاي مدير فني، هو المدير الفني الوحيد اللي بيتقال له سواء المصري او اجنبي هو الكلام ده. السؤال ليه؟ فما شفتش الاسئله دي بتتقال لاي مدرب اجنبي بيجي حتى لو كان عليه علامات استفهام معينه. فلكن انا بحب اقول لحضرتك حاجه، اني يعني الحمد لله من الخبرات الكبيره اللي تشرفت بوجودي مع انديه عظيمه في الدوري المصري، او يمكن في مدربين مسكوا منتخب الوطني ما كانش ما تولوش اشراف منتخب خارجي قبل كده. فالحمد لله انا كان جات تجربه كبيره مع منتخب الاردن الشقيق، ووصلنا لابعد مدى، يعني مش منتخب مش مجرد اننا دربنا منتخب وخلاص، ولكن وكان الكومنتات او التعليقات كان الحمد لله كانت زيرو، ما كانش في حاجه سلبيه. ولكن الكوره او عناصر اللعبه، جمهور ولاعبين ومدربين في كل حته في العالم، المدربين العظام في تفاعل، في لكن في كل حاجه بحساب. الحمد لله ان في خبرات كبيره جدا اكتسبناها، ان شاء الله الافضل لينا في الفتره الجايه. والحمد لله احنا في مكانه كبيره جدا، هو تمثيل منتخب كبير زي منتخب مصر، عليه لابد ان هو يكون في كل حاجه فيها حسابات مهمه جدا، والشكل الايجابي اللي احنا نشتغل بيه انا وجهازي. ف زي وبالنسبه للتكمله بتاعتنا سواء اخفاق او على فكره، الجمهور المصري او الساده الاعلاميين اللي موجودين هو تعليقهم او ان هم الحاجات اللي بيحسبوا بيها ان المدرب يقعد او يمشي، طبعا نتائجه وادائه، يعني الشعب المصري ذواق والاعلام المصري نفس الشيء. ممكن مدرب ممكن ما يكونش موفق، لكن في نفس الوقت ممكن يكون في اداء الناس سعيده بيه والاعلام بتشيد بيه والجماهير فرحانه بيه، اختيارات بنسبه كبيره ايجابيه، اختيارات اللاعبين، طريقه اللعب اللي بنشتغل بيها، اللي يبقى في منظومه وفي شكل معين لمنتخب مصر. الاداء هو ده الاهم بالنسبه للجماهير والاعلام اعتقد. بالنسبه للنتائج مهمه جدا جدا لينا ليا شخصيا انا وجهازي، وفي الوقت اللي احنا اثرنا فيه في اداء ثم نتائج، ساعتها انا نفسي يعني لابد المعروف ان الشغلانه اللي احنا فيها او انا بالنسبه لي مش شغلانه، المهم اللي انا فيها اثرت في العناصر اللي انا قلتها دي، فساعتها بكون تحت امر المنتخب في ان انا اكون خارج المنتخب، ودي حاجه ما تزعلنيش. لكن اهم حاجه اني اكون عند حسن ظن الجماهير والاعلام ان انا جاي اعمل مش الحته العنصر اللي احنا كنت بسمعها الروح. وحسام ابراهيم عنده بيلعب على فكره، عنصر الروح دي مش سهله جدا اي حد يكتسبها على فكره. انا هدي مثال معلش بعيد، لما يكون عندك جيش قوي وعنده روح عاليه جدا لكن مش منظم هيفشل وهيخسر. لما يكون عندك جيش قوي ومنظم تكتيكيا ومنظم في تنظيم في الاداء ومع القوه ومع الروح هيكسب اي حد. فلازم العناصر الروح مع الفكر اللي ربنا مديه للمدرب، والتكتيك اللي بيشتغل بيه، واختيارات اللاعبين، والتعامل اثناء المباراه وما قبل المباراه واخر، موضوع كبير خالص، مش موضوع كوتش انه يحط يبقى واقف على الخط على المنطقه الفنيه ويحط تشكيل وخلاص، الموضوع كبير جدا، تحضيرات كتيره جدا. فارجو ان كل عناصر اللعبه تبقى فاهمه الموضوع مش سهل.
الموضوع تقيم المدرب تقييم عام.